راهنا إننا نبني جمهورية جديدة بنسابق الزمن، ولو ضيعنا وقت زمان جه الوقت اللي ما ينفعش نضيع فيه ولا ثانية. ممكن نكون اتأخرنا، بس المهم إننا كان لازم نبدأ، وهي دي كلمة السر. ابدأ. قيمة كل فكرة بيحددها قدرتنا على تنفيذها، ولأن مسيرة التنمية اللي بدأت من 2014 بتستوعب كل أفكار الشباب، كان منطقي إن ابدأ تتحول في وقت قياسي من مجرد فكرة على الورق لمبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية بترعاها مؤسسات الدولة، من أول مؤسسة الرئاسة لكل الجهات المعنية بقطاع الصناعة في مصر. إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات. هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. مبادرة هدفها توطين وتشجيع الصناعة المصرية بالشكل اللي يساعد في توفير فرص عمل لشبابنا ويقلل الفجوة الاستيرادية لما نرفع من شأن منتجاتنا المصرية. بدأنا المشوار في آخر أكتوبر 2021 بتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بربط المشروع مع مشروع حياة كريمة، وعقد شراكات مع كبار المصنعين والمستوردين والشركاء الأجانب، مع الاهتمام بتقنين أوضاع المصانع المخلفة. وعلى الأساس ده تم تأسيس شركة إبدأ، شركة وطنية هدفها تنمية وتطوير الصناعة المصرية بكل أنواعها، بمشاركة مؤسسة حياة كريمة وشريك متخصص في الإدارة والاستشارات المالية، وهو شركة INI المصرية. من اليوم الأول وخطتنا تقسمت لمحاور، كانت مهمتنا الأساسية عقد شراكات مع رجال الصناعة المصرية وبعض الشركاء الأجانب اللي بيمتلكوا المعرفة والتكنولوجيا وهيساعدوا في نقلها لقطاعات الصناعة المختلفة، وفي نفس الوقت اهتمينا بدعم المصانع المتعثرة وتوفيق أوضاعها. خطة عملنا بدأت ببناء قاعدة بيانات قوية، ومن بعدها بدأنا مفاوضات مع أكتر من 100 شركة مصرية وأجنبية لمشاركتنا حلمنا، وقدرنا نعقد 65 شراكة كبرى لتنفيذ 65 مشروع بمشاركة 33 مستثمر صناعي من مصر و24 مستثمر صناعي من 14 دولة أجنبية، ومكملين في جذب الاستثمارات الأجنبية لغاية ما نحقق هدفنا. شراكات هتساهم في إنشاء مصانع جديدة على أرض مصر لتصنيع منتجات مصرية، ومتوقع إن من خلالها هيتم خفض حجم الواردات وزيادة الصادرات بمعدل 12 ل 14 مليار دولار. وبالتنسيق مع شركائنا، مجموعة من الشركات الأجنبية زارت أراضي المشاريع الجديدة لاستطلاع الوضع وشافوا حجم المجهود وتأكدوا إننا ماشيين في الطريق الصحيح، خصوصاً إن خطتنا هي افتتاح 45 مشروع قبل ديسمبر 2023، وتسع مشروعات هيتم افتتاحها خلال عام 2024. ولأننا مهتمين بالتعريف بالمبادرة وأهدافها، عقدنا أكتر من 200 اجتماع فني وتنسيقي مع الشركاء والجهات الرسمية، طورنا من خلالهم خطة عملنا، وتحولنا من مرحلة التحالفات الاستثمارية لمرحلة التفاهمات القانونية وتأسيس الشركات الصناعية. والشغل يوم عن يوم بيكبر، والمؤمنين بأهمية المبادرة بيزيدوا. فمثلاً انتهينا من التصميمات الهندسية في 8 مشروعات، وبدأنا الإنشاءات المدنية في 6 مشروعات زي مصنع إنتاج مكونات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمع وسائل النقل الخفيف، وعلى نفس الخط طلبنا ماكينات ل5 مشروعات زي مشروع تصنيع مكونات البوتاجاز ومكونات التكييف المركزي، ونجحنا في وصول خطوط الإنتاج ل4 مشروعات زي مواتير وسائل النقل الخفيف. وفي شهر مايو 2022 وفي وقت قياسي قدرنا نوصل لمرحلة الإنتاج في مشروع اللوادر الثقيلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وأنتجنا 16 لودر كمرحلة أولى من التدريب على تجميع مكونات اللودر، ودلوقتي بدأنا في التجهيز للمكون المحلي اللي هيوصل ل40% مع نهاية المرحلة الثانية، وهنفضل مكملين إن شاء الله. دعم المصانع المتعثرة وتقنين أوضاع المصنعين
ما يقلش أهمية عن عقد الشراكات الكبرى، فكان واحد من أهم المحاور اللي ركزنا عليها بمساعدة الفريق الميداني لحياة كريمة في كل محافظات مصر. فبمجرد ما جالنا التكليف نزلنا للمصانع المتعثرة ندرس موقفها ونحلل أسباب توقفها عن العمل. زرنا أكتر من 2500 مصنع وجمعنا التحديات اللي بتواجهها، وحالياً بنتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل المصانع، والشغل بيتم في إطار منظومة متكاملة من حوكمة العمليات والإجراءات باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا العالمية المتوافقة مع استراتيجية مصر 2030، وبالاعتماد على قواعد بيانات صناعية متكاملة بنبنيها من اليوم الأول. وهدفنا ندعم 13,323 مصنع متعثر ومخالف، نساعدهم يقفوا على رجلهم ومصانعهم ترجع تدور من تاني. الصناعة هي المستقبل والصناع هم الأساس، علشان كده الاهتمام بتقديم تعليم فني بمستوى يليق بيهم كان محور ضروري اشتغلنا عليه بكل جدية. مهمتنا الأساسية هي رفع درجة الوعي بأهمية العمل اللي بيقوم بيه كل صانع في مجاله، وزيادة ثقتهم في نفسهم وأهمية دورهم. احنا بدأنا ومجهودنا بيأكد إننا عارفين هدفنا. ابدأ مش مجرد مبادرة لتطوير الصناعة، ابدأ هي المشروع اللي هيبني مستقبل الأجيال اللي جاية، وبإيدينا هنحقق الحلم.